الاعتداءات المتواصلة ضد القرى والبلدات داخل وخارج إقليم كردستان التي تشنها قوات النظام التركي، يضاف إليها حرب المياه التي تشنها أنقرة ضد العراق، ملفان خطيران يواجهان الحكومة العراقية الجديدة. تواجد القوات التركية أسباب سياسية، الكل يعرف أن أقليم كردستان لا يسمح للجيش العراقي بأن يدخل الأراضي الإقليم، ولا يسمح بتواجد الجيش العراقي على الحدود العراقية التركية، وهذا ما أعطى فرصة سانحة وأرض مفتوحة أمام القوات التركية. بغداد لجأت في مناسبتين إلى المجتمع الدولي لكبح جماح أنقرة ووقف اعتداء قواتها ضد قرى وبلدات إقليم كردستان، كما أنها تفكر في اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة تركيا بسبب سياسة التعطيش التي تنتهجها ضد العراق عبر تقليص حصصه المائية من نهري دجلة والفرات. العراق أمامه خيارات دولية، التحرك الدبلوماسي، التحرك الدولي هو مهم لمواجهة الاحتلال، خصوصا تركيا تضرب قرى وتضرب مواطنين وتقتل أطفال، هاي إبادة جماعية يخالف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948. يشن النظام التركي عمليات عسكرية متواصلة في إقليم كردستان منذ سنوات عبر التوغل البري والجوي وباستخدام قذائف مدفعية وطائرات مسيرة وأسلحة محظورة دوليا، ما يمهد إلى تمدد النفوذ التركي وتهديده للأمن القومي العراقي. بعد الزيارات المتعددة التي أجرتها الحكومة العراقية إلى تركيا، تطالب الأوساط السياسية والشعبية بحسم ملف الاعتداءات على سيادة العراق وتأمين حصته المائية لنهري دجلة والفرات. فقر فاضل اليوم، بغداد.